مساء الخير يا شباب. النهاردة إن شاء الله هناخد أول جزء من ليكتشر 2. هو ليكتشر 2 هيبقى فيها جزئين، جزء أنا هشرحه وبعد كده إن شاء الله هنكمل الجزء الثاني، هيبقى أكتيفيتي على الزوم إن شاء الله يوم السبت الجاي. فإحنا النهاردة مكملين في النيوبليزيا، وهنفتكر بسرعة إحنا أخدنا إيه المرة اللي فاتت. إحنا أخدنا يا شباب إن التيومرز بتاعتي بنقسمها تيومرز، يعني ايه تيومرز؟ يعني uncontrolled cell growth abnormal proliferation، وبنقسمها حسب يا اما البيهيفير يا اما tissue of origin. التيشو اوف اوريجين يا اما طالعه من ايه، يعني يا اما من epithelium اللي هي الخلايا النسيج الطلائي اللي هي بتغطي التيشوز من بره، او بتعمل lining للتيشوز، تمام، وخلايا اللي هي الميزنكايمال، تمام، اللي هي زي الفات والبون والكارتلج العظم والغضاريف، صح كده؟ وسواء هي ايبيثيليال او ميزنكايمال بنقسمها حسب البيهيفير بتاعها لبناين حميده، تمام، والبناين بتبقى ليها كرايتيريا ان هي ويل ديفايند وسلولي جروينج وويل ديفرنشيتد تحت الميكروسكوب، ويوجوالي ليها كبسول بس مش دايما، ما بتعملش ميتاستاسيس ولا بتعمل انفيجن، وهي بجروث بالكمبريشن، وشكلها جروسلي غالبا بيبقى ويل ديفايند ماس، ولو طلع على سيرفيس بيبقى بيقولوا عليها بابيلاري لايك او فينجر لايك بروجكشن. وبعدين اخذنا ان في حاجه ثانيه اسمها لوكالي مالجنانت او لوكالي اجريسيف، وهو ده شكله تحت الميكروسكوب زيه زي المالجنانت بالظبط، اللي هو البيهيفير الثالث. لكن احنا بنقول على كلمه لوكالي مالجنانت يعني هو سرطان مالجنانت على المستوى اللوكال، يعني على المستوى اللي حواليه. والمستوى اللي حواليه يعني ايه؟ يعني هو بيجرو بالانفيجن، بيكبر بان هو ياكل تيشو اللي حواليه، بس ما بيبعتش ديستانت ميتاستاسيس لاورجن ثانيه ولا بيبعت لينفاتيك سبريد. وفي سؤال اتكرر انا شفتكم سالتوه، على ان هو يا جماعه هو اللوكالي مالجنانت ده رير ولا ريرلي ميتاستاسايز؟ لا، هو ريرلي ميتاستاسايز، بمعنى ان في معظم الاحوال هو ما بيعملش سبريد فبسميه لوكالي مالجنانت. بس هل وارد ان بعد فتره من الزمن يروح بعد سبريد؟ بس ساعتها هقول عليه لوكالي مالجنانت؟ لا، هقول تيرن انتو ان هو تيرند انتو فرانكلي مالجنانت، بقى سرطان بقى زي اي سرطان، تمام. فاحنا بنوصف بيهيفير. يعني ايه بنوصف بيهيفير؟ بنوصف الورم ده ماشي ازاي. والله في حاله خالص بناين، لا ده عمال عدو محتل لكل التيشو واللي حواليه واللي بعيد، ده مالجنانت. عدو محتل للتيشو اللي حواليه بس لوكالي مالجنانت، ده وصف بيهيفير. لو البيهيفير اتغير يبقى الوصف هيتغير. يعني لو ورم حميد مع الوقت حصل ان هو حصل له مضاعفات اتحول لخبيث، مش هفضل اقول عليه بناين، هقول حصل له مالجنانت ترانسفورميشن، صح كده؟ نفس الفكره اللوكالي مالجنانت. اللوكالي مالجنانت يعني هو ما بيعملش ولا ليمفاتيك ولا باسفيد. طب هل ممكن يعمل؟ ممكن ريرلي ككومبليكيشن، يعني ساعتها بقول عليه مالجنانت بقى، ماشي يا جماعه؟ فده من الكلام اللي انا عايزاكم تفتكروا بسرعه احنا خدنا ايه المره اللي فاتت. اخدنا عن ايه نيوبلازم، قلنا يعني ان كنترول سيل جروث، والتيومر هي النيوبلازم، الكانسر هو المالجنانت تيومر او مالجنانت نيوبلازم، هي واحد، الانفيجن اللي هو الدايركت سبريد اللي هو السبريد اللي هو دايركتلي تو سراوندنج او نير باي تيشو، تمام، لكن الميتاستاسيس هو ديستانت سبريد، والديفرنشيشن يعني تحت الميكروسكوب الخلايا الديجري اوف سيميلاريتي او الاكستنت اوف سيميلاريتي درجه تشابه الخلايا بتاعه التيومر تو ذا اوريجينال تيشو للتيشو الاصلي ايه. وقلنا ان ممكن التيومر يبقى ويل ديفرنشيتد، وده في معظم البناين تيومرز او في البناين تيومرز تقريبا كلها، وبعض المالجنانت تيومرز، او ممكن التيومر يبقى مودريتلي ديفرنشيتد او بورلي ديفرنشيتد او اندفرنشيتد ويبقى بعيد عن الاصل بتاعه. وساعتها في الحاله دي ممكن نقول على الثلاثه مع بعض كلمه انابليزيا، تمام. وكل ما الديفرنشيشن كل ما كان بقى اوحش، كل ما كان ناحيه البورلي والاندفرنشيتد، كل ما التيومر بقى مور اجريسيف، يعني كان رابيدلي جروينج اكتر وبيعمل سبريد اسرع، تمام. و في حد برضو كان سألني هو ليه يا دكتور البورلي والاندفرنشيتد بيبقى مور اجريسيف؟ لان معنى ان هو بور واندفرنشيتد يعني هو فقد الشبه بتاعه الاوريجينال تيشو لجريت اكستنت، صح كده؟ طب ما هو معنى انه بعد خالص عن التيشو الاصلي يبقى هيبعد في كل الصفات بما فيها الريت اوف جروث، فبالتالي هيبعد عن الريت اوف جروث اللي كان سلو في النورمال تيشو، فيبتدي يعمل ريت اوف جروث عالي جدا جدا جدا.
طيب، واخدنا ان التيومرز ممكن تعمل انجيوجينيسيس، والانجيوجينيسيس ده بيبقى ماركت في الكانسرز، وانجيو يعني فيسل، وجينيسيس يعني خلق، جنريت. فانجيوجينيسيس ان التيومر بيخلق لنفسه فيسلز جديده يتغذى بيها عشان تناسب حجم الخلايا ودرجه البروليفريشن، درجه التكاثر بتاعته. وان الانجيوجينيسيس دي ماركت فين؟ في المالجنانت تيومرز. تمام كده؟ وادي حته الديفرنشيشن افكركم بيها بسرعه. الديفرنشيشن لو الخلايا شبه الاصل بتاعها ده اسمه ويل ديفرنشيتد، لكن لو بعدت عن الاصل بتاعها وبقى في كرايتيريا اوف مالجنسي يتقال عليه ماشيين ناحيه المودريتلي ديفرنشيتد، او لو زادت الكرايتيريا دي يبقى بورلي ديفرنشيتد، او زاد قوي بقى undifferentiated. صح كده؟ وقعدنا نقول ايه المالجنانت كرايتيريا تحت الميكروسكوب بتاعت الخلايا. قلنا ان النيوكليس تبقى لارجد ان سايز، تمام، اللي هي اسمها انكريز نيوكليير سيتوبلازميك ريشيو، حجم النواه بالنسبه لحجم السيتوبلازم كبير. قلنا انها بتغمق اللي اسمها ايه؟ هايبر كروماتيزم، زياده تصبغ. قلنا انها ممكن للعكس بدل ما تغمق يبقى تبقى فاتحه وفي النص في نيوكليولس بين اللي اسمها فيزيكولار نيوكلياي. قلنا ان الانويه شكلها كلها مش زي بعضها لانها لا تحترم قواعد النمو اللي هي اسمها نيوكليير بليوموورفيزم. وقلنا ان الخلايا كمان هي كمان شكلها مختلف لانها لا تحترم قواعد النمو اللي اسمها سيلولار بليوموورفيزم. وقلنا ان احنا ممكن كمان نشوف سيلز كبيره جاينت سيلز، وممكن نشوف سيلز شكلها غريب مش متعودين عليها في الجسم اسمها بيزار سيلز. قلنا ان احنا ممكن نشوف كذا نواه في نفس الخليه اللي هو اسمه مالتي نيوكليشن. وقلنا ان عشان الخلايا الخلايا بتنقسم بانقسام الريت اوف جروث عالي، فالميتوزيس عالي، فوارد ان احنا نشوف النيوكليس بدل ما هي نيوكليس عاديه وريستنج نشوفها في حاله من حالات انقسام الميتوزيس اللي هي الانافيز والميتافيز والتيلوفيز. صح كده؟ وهنلاقي ان الميتوزيس ده عدده قليل قوي في البناين تيومرز، لكن في الميتوزيس في المالجنان تيومرز بيبقى ريت هاي ريت. ده احنا كمان ممكن نشوف ابنورمال شيبس اوف ميتوزيس. طبعا انا بفكركم بسرعه، الكلام ده موجود كله في الليكتشر اللي فاتت. وقلنا يا جماعه ان احنا عشان نشخص مالجنان تيومر محتاجين ثلاث حاجات. اول حاجه تشينجز ان سيل مورفولوجي اللي انا لسه قايلاها، اللي هي الميكروسكوبيك فيتشرز اوف مالجنسي. رقم اثنين تشينجز ان سيلولار اركيتكتشر، ان ترتيب اركيتكتشر تنظيم وترتيب الخلايا يختلف، اللي هي اسمها لوس اوف بولاريتي، يعني اي حاجه في اي حته. ورقم ثلاثه يعني الاثنين دول بس لا يكفوا لتشخيص سرطان. في حاجه على فكره هناخدها ان شاء الله في الليكتشر دي فيها الحاجتين دول، لكن ايه اللي يخليني اقول ان ده سرطان؟ ده عمل انفيجن اوف سراوندنج تيشو. تمام؟ هل لازم يبقى في ميتاستاسيس؟ لا، بدليل اللوكال مالجنان تيومرز ما فيهاش ميتاستاسيس، ميتاستاسيس يعني ديستانس سبريد. لكن الانفيجن هو ان انا دخلت على التيشو اللي حواليا على طول، موتته واحتلته. تمام كده؟ طيب، فاحنا النهارده يا جماعه هنكمل في البيزكس اوف نيوبليجيا، وهناخد مور كرايتيريا اباوت مالجنان تيومرز. تمام؟ وهفكركم، انا جايبه لكم الشيبس دي عشان افكركم ان انا المره اللي فاتت قلت لكم ان الجروس بيكتشر بتاعت المالجنان تيومر ممكن يبقى شبه الارنبيطه الكولي فلاور ماس او الفانجيتنج، صح؟ او انفلتريتنج اللي هي ماس بتعمل ثيكنينج في التيشو والوول بتاعها البوردر بتاعها الريجولر، عايزه الماركر، او مالجنانت ألسر. والمره اللي فاتت انا لقيتكم الحقيقه المالجنانت ألسر اللي على شفه دي ما كنتوش فاهمينها قوي، فانا جبت ايه، جبت لكم مالجنانت ألسر ثانيه اهي يا جماعه. ده جزء من الامعاء، وادي مالجنانت ألسر اهي، البوردرز بتاعتها اهي عاليه اهي، البوردرز فين اهي؟ تمام، ده بوردر اهو شايفينه باصص فين، وده بوردر اهو الايدجز يعني. تمام، اهي باصه لبر، وهي الألسر نفسها كلها بالنسبه للليفل اللي تحتها هي ريزد اهي، يبقى هي ريزد وليها inverted edge. صح كده؟ وقلنا ان السرطانات بصفه عامه علشان خاطر هي ليها rapid rate of growth، فوارد ان يحصل فيها necrosis اللي هو لونه اصفر ده زي دي مثلا. تمام؟ ده necrosis، صح؟ اكتر من الاورام الحميده. وقلنا ان كمان عشان السرطانات بتعمل angiogenesis بسرعه، فالفيسلز بتبقى الوول بتاعها ضعيف، فممكن يحصل مين؟ hemorrhage. شايفين hemorrhage؟ تمام يا جماعه؟ لكن انا جايبه لكم شكلين تانيين النهارده من السرطان، الحقيقه ان انا مش هشرحهم دلوقتي، بس احنا هناخدهم ان شاء الله مع الجزء الثاني مع بارت 2 من هذه الليكتشر. بس افتكروا ان الثلاث اشكال اللي انا قلتها لكم المره اللي فاتت مش هي الاشكال الوحيده، اللي هي مين؟ الفانجيتنج والماليجنت ألسر والانفلتريتنج. ادي البرودرز بتاعت الانفلتريتنج اهي. تمام؟ لا، ده انا النهارده جايه اكمل على معلومات المره اللي فاتت ان شاء الله.
طيب الاوبجكتيفز، الاوبجكتيفز يعني ايه اهداف هذه المحاضره، او ايه الانتندد ليرنينج اوتكمز، يعني انا عايزاك تطلع بايه، اوتكمز يعني عايزاك تطلع بايه من التعلم ده. عايزاك ان انت تعرف الكلاسيفيكيشن، انا اوريدي قلناه المره اللي فاتت، انا بس هزود عليه حته. احنا قلنا المره اللي فاتت ان سواء اورام حميده او خبيثه بيبقى لها كومبليكيشنز، بيبقى لها مضاعفات، وممكن يبقى لها كوزز اوف ديث كمان، فاكرين؟ في حاجه انا هزودها بس في الكومبليكيشنز وكوزز اوف ديث المره دي، تمام، في اول الليكتشر. بعد كده هقول لكم السؤال اللي انتوا سالتوه المره اللي فاتت، يا ترى الاورام والسرطانات بالذات بتحصل ليه؟ ورقم ثلاثة هنتكلم باستفاضة أكتر على الروتس أوف سبريد اللي هو الميتاستاسيز، تمام؟ وهنركز على البون كسايت من السايت بتاعت الميتاستاسيز، نتكلم عليه بتفاصيل شوية، ماشي؟ فدي الأهداف اللي أنا عايزاك في آخر المحاضرة تقيس لنفسك يا ترى أنا عرفت الكلام ده ولا لا. طيب أول learning objective اللي هو إن أنا عايزة أزود لك complication أو potential cause of death في النيوبلاست، حاجة اسمها بارا نيوبلاستيك سيندرومز. او قبل ما اقولها انا عايزه افكركم بكلمه انا قلتها المره اللي فاتت، قلت لكم يا جماعه ان الاورام ممكن تبقى فانكشنينج، صح؟ بمعنى ممكن تفرز هرمونات، تمام؟ الهرمون خصوصا البناين تيومرز، الهرمون اللي طالع من الورم الحميد بيبقى شبه التيشو الاصلي اللي كان طالع منه، صح؟ صح. طب تعالى اقول لك بقى، ممكن مالجنانت تيومرز تبقى فانكشنينج وتطلع هرمونز من نفس شبه نفس المكان اللي طالع منه، وارد طبعا، تمام؟ ده اسمها فانكشنينج تيومر او فانكشنينج نيوبلازم. في بقى حاجه ثانيه، وهي ان التيومر يطلع حاجات التيشو اوف اوريجين اللي طالع منه اصلا ما بيطلعهاش ويعمل لي اعراض. هذه الحاجات ممكن تبقى هرمونز او اذر بروتينز، والحاجات دي تعمل لي اعراض على مستوى الجسم، واقعد ادور ادور ادور، وممكن يكون هو جاي لي بهذه الاعراض حتى مش جاي لي بالورم نفسه، وانا اقعد ادور يا ترى ايه سبب هذه الزياده في الهرمونز او ايه سبب هذا التغير اللي في الجسم، لغايه ما تلاقي في الاخر ان هو ورم في مكان بعيد خالص عن المكان اللي انا كنت فاكره انه فيه مشكله. يعني بمعنى دلوقتي بمعنى ايه؟ خلينا نجيب لكم الاكزامبل وبعدين نرجع للديفينيشن. لقينا حد عنده هايبر كالسيميا، يعني هايبر يعني زياده، كالس جايه من كالسيوم، ايميا يعني دم، هايبر كالسيميا يعني increased level of calcium in blood، تمام؟ ده بيحصل في كانسرز كتير، بس الراجل ده جالي بهايبر كالسيميا، كنت بعمل له تحاليل دم او مثلا بقى يجي له حصوات كتير، حصوات مليانه كالسيوم، او بعمل له تحليل دم لقيت بشوف الايونز عنده، شفت لقيت الكالسيوم عالي لسبب او لاخر. فانا الطبيعي عارفه مين الغده اللي مسؤوله عن الكالسيوم، عن الكالسيوم ليفل في البلد اللي هي الباراثايرويد هرمون، تمام كده؟ ابص عليها اصورها يعني اعمل عليها اشعه، مفيش نورمال، ما فيهاش اي حاجه ولا انلارجد ان سايز، لا فيها هايبربليجيا ولا فيها تيومر ولا اي حاجه خالص، نورمال ان سايز جدا. اقيس الليفل بتاع الهرمون عادي، لكن اما اقعد ادور الاقي ان كان في سرطان مستخبي في مكان تاني، والسرطان ده بيفرز هرمون شبه هرمون الغده الدرقيه، الغده الدرقيه يعني باراثايرويد، فيقولوا عليه باراثورمون، بس ده لايك باراثورمون لايك بروتين، بيفرز بروتين شبه الباراثايرويد هرمون، فالبروتين ده بيعلى في الدم، والبروتين ده بيعمل فانكشن شبيهه بالباراثايرويد هرمونز اللي هي الغده الجار الدرقيه، فيروح بعلي الكالسيوم في الدم. هل هنا الاوريجينال تيشو اللي بيفرز هذا الهرمون هو اللي فيه مشكله؟ لا خالص. امال ده ايه؟ لا ده سرطان كان موجود في مكان ما، السرطان ده عمل حاجه اسمها ايه بقى؟ اسمها بارا نيوبلاستيك سيندروم. بارا من الكرسر، بارا يعني بجوار، نيوبلاستيك يعني الورم، سيندروم يعني اعراض ملهاش علاقه ببعض. يعني ايه بارا نيوبلاستيك سيندروم؟ يعني اعراض ملهاش علاقه بالورم الاصلي، بالورم المكان اللي هو طالع منه الورم، تمام؟ ده ليها دعوه باعراض جار الورم، يعني ايه؟ يعني اعراض مصاحبه للورم، تمام؟ زي حاجات اندوكراينال، حاجات قلنا هرمونات زي المثال اللي ضربناه، ساعات حاجات ميتابوليك، نوت اكسبلايند، مش مفسره باللوكيشن بتاع بمكان الورم، ولا الاوريجن اوف ايتس سيلز، ولا بالسبريد اللي هو عمله. وده غالبا بتحصل في الكانسرز، ريرلي بتحصل في البناين تيومرز يا شباب. فاحنا هنتكلم بعد كده بعد ورم هقول لك كانسر، تمام؟
ولقينا ان الحاجات دي يا اما السرطان ده فارس هرمونز او اذر سبستانسز زي المثال اللي احنا قلناه، وساعات بيبقى الموضوع اميونولوجيك رياكشن للتيومر من الجسم. تمام. الاعراض دي ممكن تبقى حاجات هرمونيه اندوكراين نيورو ماسكولار يعني عضليه وعصبيه، مثلا يجيله ضعف في عضلاته ماسكولوسكليتال، ممكن ضعف في العضلات هشاشه في العظام. تمام. هيماتولوجيك حاجات في الدم وفي الجي اي تي. انا طبعا انا يعني يهمني حاجات كليه، حاجات كلها اعراض. تمام. تقعد تدور على السبب الاصلي في المكان اللي ليه دعوه حقيقيه بالقصه من الفسيولوجي ما تلاقيش حاجه. تمام. فين وفين بقى اما تكتشف القصه دي. فاحنا بما اننا في الماسكولوسكيليتال سيستم، فانا هركز على الحاجات الماسكولوسكيليتال والاندوكراين والنيورو ماسكولار. تمام كده. وممكن الكليه كمان، عشان الكليه ساعات بتاثر على الليفل اوف ايونز في الدم اللي منها الكالسيوم والفوسفورس، اللي اكيد زمانكم دلوقتي عرفتوا ان هم ليهم دعوه بالمينراليزيشن، بتعظم العظم يعني بقوته. تمام كده. المهم ان انا يهمني ايه في البارانيوبلاستيك سندروم، ان انا يهمني يا جماعه ان طبعا هي سبب ده مضاعفات صح. رقم اتنين ان هي ليها اهميه، ان احنا قلنا ان الكانسر البارانيوبلاستيك سندروم دي كان ممكن تبقى الايرليست مانيفيستيشن، يعني الراجل مش عارف ان عنده كانسر جوه ويجي باعراض السندروم دي نفسها، ودي اللي تخلينا ندور على القصه دي، وممكن للاسف تبقى سبب ديث في هذا العيان. وده ينقلنا للاكزامبل الثاني، ان يعني ممكن يحصل بارانيوبلاستيك. طبعا بارانيوبلاستيك سندروم حاجات كتير جدا، سندروم تتسبب في ان الدم يكون هايبر كواجلوبل، هايبر يعني زياده، كواجلوبل يعني تجلط، يعني عنده قابليه زياده للتجلط نتيجه الحاجات اللي بيفرزها السرطان ده. وللاسف وده يعمل فينوس ثرومبوزس، وزي ما انتم خدتوا في السيركولاتوري زمان في الموديول اللي فات، واللي ما خدش انا بقول لكم اهو ان الجلطه اللي بتبقى في الاورده ممكن جزء منها يفصل ويلف في الدم اللي هي اسمها كلمه امبوليزم، ويروح يسد له مكان تاني، يعني هو من الوريد يروح ويرجع للقلب، ومن القلب يلف في الشرايين ويروح يسد له فرع من شريان، واشهر مكان بيتسد في الرئه، فيجي له حاجه اسمها بالمونري امبوليزم. تمام. بالمونري يعني رئه، والبالمونري امبوليزم دي قد تكون فيتال، قد تكون مميته. فده الاكزامبل الثاني للبارا نيوبلاستيك سندروم، اللي انا كان يهمني ان انتم تزودوا الجزء ده في مذاكرتكم على الكوزز اوف ديث والكومبليكيشنز بتاعه التيومرز سبيشالي المالجنت. تاني ليرنينج اوبجكتيف عندنا النهارده يا جماعه، ان النهارده برضو عمالين نحط في اساسيات، هو ازاي الورم بيحصل، وده سؤال برضو سالتوه المره اللي فاتت، وعلشان اللي بصراحه الاخطر هو الكانسر، فاحنا هنقول ازاي السرطان بيحصل، وبعد كده هقول لكم بسرعه طب الورم الحميد اي اخبار. فازاي السرطان بيحصل دي اسمها كارسينوجينيسيس. جينيسيس يعني خلق، وكارسينو يعني كانسر يعني سرطان. فالكارسينوجينيسيس هي البروسيس اوف خلق اوف كرييشن اوف او جينيريشن اوف كانسر اوف سرطان. يبقى هو ترانسفورميشن، تحول النورمال سيلز نيوبلاستيك سيلز، تحول الخلايا العاديه خلايا ورميه. تمام. والسرطان يا جماعه ملوش سبب واحد، ده بقى ردي على اللي انتوا كنتوا عمالين تسالوه، بمعنى هو انتر اكشن ما بين فاكتورز، هو علاقه بين اكتر من حاجه، حاجات اكسوجينس حاجات بره الجسم، وحاجات اندوجينس وحاجات جوه الجسم. تمام. يعني في انفايرومنتال فاكتورز، في عوامل في البيئه. تمام. زي اشهر مثال بتاع السجائر تدمر الصحه وتسبب الوفاه، السجائر دي حاجه اكسوجينس صح من بره الجسم، وكمان في حاجه اندوجينس. تمام. عوامل في الجسم، ممكن تكون العوامل دي جينات، ان الراجل ده او الست دي عندها قابليه اكتر من غيرها للاصابه بالسرطان، او بمعنى اصح عندها قابليه اكتر من غيرها ان يحصل مشكله في الجينات المسؤوله عن البروليفريشن بتاعه الخليه. فالعامل الخارجي اللي هو السجاير ياثر على هذا الجين بسهوله عند الناس اللي عندها هذه القابليه، ويخليه يحصل فيه تحول، والتحول يقلب الخليه لسرطانيه، والسرطان ده يتكاثر. تمام يا جماعه. فده الاساس بتاع السرطانات. بالنسبه بقى للانفايرومنت او الاكسوجينس والاندوجينس فاكتورز، تحتمل حاجات كيميكال، مواد كيماويه، فيزيكال، حاجات في البيئه والطبيعه، فيروسز اللي هي انفكشن يعني، ميوتيشنز في الجينز. تمام. خلينا نقول الكلام ده بالتفصيل قدام. ناخد بقى الحاجات الايجنتس اللي هي يقولوا كارسينوجينيك ايجنتس. تمام. هي من الحاجات اللي هي مش جينيتك،
تمام، مش جينيتك، كارسينوجينيك ايجنتس وبري كانسرس ايجنتس. يعني احنا عندنا حاجات في البيئه، حاجات ايجنتس، عوامل، العوامل دي بتزيد الاصابه، فرصه الاصابه بالسرطان، وعندي امراض، الامراض دي بري كانسرس يعني قبل سرطانيه، يعني تزيد فرصه الاصابه بالسرطان. تمام كده؟ فتعالوا نشوف الكارسينوجينيك ايجنتس في الاول. الكارسينوجينيك ايجنتس وبريديسبوزنج فاكتورز، كمان العوامل المصاحبه، لقوا ان الناس حسب الريس بتاعهم وحسب هم ساكنين فين، لقوا ان في سرطانات اكتر في اماكن عن اماكن. بمعنى في اليو اس اي، في امريكا، في يونايتد ستيتس اوف امريكا، الرجاله عندهم الكانسر اللي بيزيد اللنج والكولون والبروستيت، واكشولي ده في حتت كتير يعني، بس يعني لقينا ان اكتر الحاجات هم دول. لكن في الستات اللنج والبريست والكولون، يعني لانج وكولون مشترك في الاثنين، بس الميلز في بروستيت والفيميل فيها بريست، ودي حاجه منطقيه صح. ده يعني الى حد ما جندر، الى حد ما، وبرده مكان جيوغرافيكال اريا، لان التوزيع دي في امريكا مش لازم في كل البلاد. لكن في بلد زي اليابان لقوا ان اكتر كانسر مش اللانج والكولون والبريست والبروستيت خالص، امال مين؟ كانسر ستومك، سرطان المعده في اليابان. دي فكره ان احنا بنقول ان في سرطانات في اماكن، في جيوغرافيكال ارياز، تمام، اكتر من اماكن. تمام. وبرده لقينا ان الاماكن اللي فيها بوليوشن، اللي فيها تلوث وفيها اشعاع وفيها طفيليات اكتر، هي دي للاسف اللي فيها انواع معينه من السرطانات تزيد. تمام. زي مين؟ زي في مصر، عشان كانت البلهارسيا في وقت من الاوقات منتشره جدا، فكانت البلهارسيا هي اصلا بري كانسرس، يعني هي بتزود فرصه الاصابه بالسرطان نتيجه انها بتعمل تغيرات جوه الجسم، سرطانات المثانه، فمثلا انكريس كانسر وذ بلهارديز في ايجيبت، فده عامل ان البلهارسيا موجوده في مصر مش موجوده في حته تانية، فبالتالي هروح الاقي لا يا كانسر يورينري بلادر المثانه اكتر في مصر عن البلاد الثانيه. دي كلمه جيوغرافيكال ديستريبيوشن، ده ليه دعوه بطبايع الناس في المكان، ليه دعوه بالبيئه المحيطه، الشمس ضاربه فيهم فيجي لهم سرطان جلد اكتر من الباقيين، بياكلوا اكل فيه مواد حافظه فيجي لهم سرطان معين اكتر من الباقيين، وهكذا. يبقى ده اول حاجه. ثاني حاجه الايدج، الايدج بري ديسبوزنج فاكتور للسرطانات. لقوا ان احنا حتى بنخاف دايما لما يكون حد سنه كبير، نخاف ان هو يكون عنده سرطان، المشكله التغير اللي حصل له ده سرطان ولازم نستبعده، ما نروحش الراجل كده بالساهل. فلقوا ان يوجوالي مور ذان 55 ييرز، اكتر من 55 سنه، ده بري ديسبوزنج فاكتور للسرطان. لكن برضو على النقيض من الناحيه الثانيه، ان الاطفال اللي اقل من 15 سنه عرضه لانواع معينه من السرطان اكتر من غيرهم، اللي هي مين بقى؟ اللي هي البلاستومز، اللي انتوا كنتوا عاملين تعملوا ديسكشن عليها. البلاستوما اللي هي مين؟ اللي هي التيومر اللي بيطلع من البريميتيف سيلز، فاكرينه؟ بتاعه الاورجن. تمام؟ وزي لقوا اللوكيميا، ربنا يحفظ الجميع، اللوكيميا برضو بتيجي اكتر في العيال. والساركومز، بتاع الساركوما يعني ايه؟ الساركوما لو انتوا فاكرين منه من كليتشر المحاضره اللي فاتت، المالجنان تيومر اللي بيطلع من ميزنكايمال تيشو. فلقوا ان الساركومز بتاعت البون والسكيليتال ماسلز والحاجات اللي عاملاها لكم بولد دي يا جماعه مهمه، لانها ريليتد للوكوموتور سيستم اللي احنا فيه. الساركومز بتاعت البون والسكيليتال ماسلز بتيجي اكتر مين؟ في الاطفال. ماشي؟ لقوا برضو ان في حاجه اسمها هيريديتري فاكتورز. يعني ايه هيريديتري؟ يعني متوارثه، ودي حاجات بتزود، دي بري ديسبوزنج فاكتور بيزود فرصه الاصابه بالسرطان، وهي ان الاولاد اللي عندهم الفاكتور دي واخدين جينات ميوتيتد متحوله، الجينات الميوتيتد دي افكتنج السيل جروث والدي ان اي ريبير وتصليح الدي ان اي لو حصل اثناء انقسام الخلايا لخبطه، وده بيزود الريسك بتاع السرطان. تمام؟ خلي بالكم ان انا اما بقول حته انفايرومنتال فاكتور مع 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 اندوجينس فاكتور، بمعنى ايه؟ على فكره ممكن حد يكون مولود عنده ميوتيتد جين ريليتد لان هو بيزود الريسك بتاع السرطان فيه، بس مع ذلك ما يجيلوش حاجه، يفضل 30 سنه ما يجيلوش حاجه، بس مع التعرض للعوامل الثانيه، تمام؟ زي مثلا التلوث ولا السجاير ولا اي حاجه من الحاجات اللي احنا هنقولها وبنقولها دي، ساعتها الجين ده تاثيره يبان. ماشي يا جماعه؟ يعني ايد لوحدها ما تسقفش في السرطانات، لا الاكسوجينس فاكتورز لوحدها ولا الجينيتك فاكتورز لوحدها، ده انتر اكشن او انتر بلاي ما بين حاجتين دول. ماشي؟ طيب في ناس بقى بنقول عليهم، دي مشكله بقى، الناس دول بنقول عليهم ان السرطانات ران ان فاميليز،
يعني للاسف للاسف ربنا يحفظ كل الناس ويحفظكم جميعا. في ناس يقول لك ايه، الاب كان عنده سرطان كبد، واخوه كان عنده سرطان قولون، وبنته جالها سرطان في الثدي، وابن بنته جاله سرطان في البروست، فاهمين، او في العظم او في ايا في الجلد، يعني فاهمين. عايز اقول لكم ايه، للاسف للاسف في عائلات الجينات المتحوله دي اللي هي مسؤوله عن انها تخلي الخلايا تنقسم اوتونوماس، دي موجوده في عائلات، بس العائلات دي بقى السرطان. يعني نشوفوا احنا فوق قلنا ان السرطان بيجي في سن كبير في معظم الوقت، صح؟ لكن في دول بقى اللي عندهم الجينات دول ما بيوصلوش للسن الكبير. هي ايه فكره السن الكبير يا جماعه؟ السن الكبير فكرته ان البني ادم ده يكون اتعرض فتره طويله من عمره للعوامل الخارجيه مع الجينات، او عوامل الخارجيه راحت مأثره على الجينات، فاهمين؟ قعد فتره طويله بقى كل شويه سجاير 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 10 سنين 20 سنه 30 سنه، ففي الاخر الخلايا هتتجنن وتتحول لسرطان. لكن لو انا مولود اصلا بجينات اساسا تسمح ان الخلايا تنقسم من غير ما اعرف اوقفها، يبقى ايه اللي هيخليني استنى فتره طويله عشان اعبر عن نفسي؟ لا، في الحاله دي هذه السرطانات بتبان في سن اصغر، يعني ممكن تبان في الشباب مثلا، تمام؟ وفي نفس الوقت علشان الجينات المتحوله دي موجوده في خلايا الجسم كله، فوارد ان يطلع كذا تيومر، تمام؟ وبالمناسبه الهيريديتري فاكتورز دي مش لازم تكون سرطانات، حتى في اورام حميده يا جماعه، في اورام حميده بتطلع بالنتيجه لان في جينات، في جينات مورثه تخلي تدي قدره للخلايا انها تنقسم عمال على بطال. فخلي بالكم يعني مش لازم يكون اللي بيجري في العيله سرطانات، وممكن يكون اورام حميده برضو، ماشي؟ بس الحاجه المميزه ان ده بيبقى عنده مالتيبل تيومرز. ليه؟ وفهمنا ليه؟ علشان كل الخلايا اصلا فيها التغير بتاع الجين ده، فبالتالي اي خليه فيهم ممكن تتجنن في اي وقت، تمام؟ بس على فكره يا جماعه، عيب القصه دي ايه؟ ان هو جاله ورم، حتى لو حميد جاله من سنه صغير وجاله بعدد كبير، وارد مع العمر واحد فيهم يترن مالجنت. مش احنا خدنا المره اللي فاتت في الكومبليكيشنز بتاعت التيومرز ان ممكن حاجه تيرن مالجنت، صح؟ ففي الحاله دي الناس احنا بنحاول بقى نحمي الناس دول بايه؟ بان احنا نعمل سكريننج، ان احنا نقعد كل شويه نعمل لهم متابعه للعائلات اللي احنا عارفين ان في هيستوري سرطاني فيها، علشان خاطر نلحقهم بدري بدري، واول ما يطلع سرطان نشيله، ماشي؟ طيب في اكزامبل، جين اسمه ريتينوبلاستوما جين، وده جين من الجينات الحاميه للخلايا بتاعت السيل بروليفريشن. يعني الريتينوبلاستوما، بلاستوما احنا عارفين يعني ورم طالع من بريميتيف سيلز، والريتينا يعني الشبكيه. هذا الجين في الاول اكتشفوا الميوتيشن بتاعه في ورم بيطلع من الخلايا الاوليه بتاعت الشبكيه اسمه ريتينوبلاستوما. بعد شويه اكتشفوا ان الورم، ان سوري، ان الجين ده اصلا موجود بيشتغل كتيومر سبريشر جين، كجين بيمنع البروليفريشن في الجسم. واما بيحصل له ميوتيشن بيدينا اورام كتير، مش لازم الريتينوبلاستوما دي، تمام؟ لكن فضل الجين متسمي باسم اول ورم اكتشفوه فيه، ماشي يا جماعه؟ فالريتينوبلاستوما جين ده لو هو ميوتيتد وحصل له انهيرتنس، ديفكتيف يعني ديفكتيف يعني في مشكله، حصل له انهيرتنس يعني يعني حصل له توريث للابناء، وارد ان الابناء دول يجي لهم ريتينوبلاستوما. ومين كمان لقوه في ريتينوبلاستوما جين ده ديفيشنت او ميوتيتد؟ بون تيومرز، المالجنت بون تيومر اللي اسمه اوستيوساركوما، واللي انا عاملاه بالبولد مهم عشان احنا في اللوكو موتور سيستم، ماشي يا جماعه؟ طيب بعد كده في فاكتورز ثانيه في الطبيعه، في الطبيعه يعني فيزيكال، زي مين؟ زي الايونايزنج راديشن اللي هو الاشعاع، ده بيجيب كانسر في السكين وفي البون، وممكن يجيب لوكيميا. والالترا فايلت ريز اللي هي اشعه فوق البنفسجيه اللي بتجينا من الشمس، واللي عشان كده بنحط لها سان بلوك، بتعمل سكين كانسرز. في كيميكالز زي السموكينج، والسموكينج ده مواد مليان مواد كيميائيه ضاره بالخلايا، يعمل لي سرطان في الرئه. وفي هرمونز زي ايه؟ زي الاكسس استروجين. هو الاستروجين موجود في الجسم في العادي، لكن زيادته لسبب او لاخر، تاخدوها بقى في الفيميلز، في الفيميل جينيتال سيستم يعني، في الريبرودكتيف ان شاء الله السنه الجايه، زيادته لمده طويله ممكن يعمل كانسر وفيتروس، سرطان الرحم. برضو في فيروس تدخل جوه الجسم تلخبط، تدخل جوه الخليه عشان تتكاثر فيها، فهي بتتكاثر تلخبط الجينات بتاعت الخليه وتاثر على جينات البروليفريشن، تروح محوله خليه خليه سرطانيه. واحد الامثله هو الهيباتيتس بي فيروس، اللي هو الفيروس المسؤول عن التهاب كبدي، هيباتو يعني كبد، ايتس يعني انفلاميشن، الفيروس المسؤول عن التهاب الكبد الوبائي فيروس بي ده ممكن في الاخر يؤدي الى سرطان كبد، هيباتو سيلولار كارسينوما، وليفر بتساوي هيباتك، ماشي؟
في عوامل نيوتريشنال، في تغذيه. تخيلوا بقى اللو فايبر دايت ممكن يعمل كارسينوما اوف كولون، يعني اللو فايبر دايت اللي هو الاكل اللي ما فيهوش الياف كفايه، تمام، زي النباتات يعني، ما فيهوش خضار كفايه، ممكن يؤدي والعياذ بالله لسرطان القولون. فدي عوامل او predisposing فاكتورز. في برضو ليجنز، في امراض برينيوبلاستيك يعني تتحول لسرطانات. وانتوا اخدتوا يا جماعه في حاجه احنا قلناها المره اللي فاتت، الاول قبل انتوا اخدتوا، واحنا اخدنا المحرره اللي فاتت، ان انتوا البناين تيومرز، بعض البناين تيومرز عندها تيرن، عندها increased risk of malignant transformation اكتر من الباقي، فاكرين؟ وقلنا ان احد مضاعفات الورم الحميد انه ممكن يتحول لخبيث، صح؟ فممكن بعض البناين تيومرز يكون عندها ريسك لكده، تمام؟ فده اسمه برينيوبلاستيك او precancerous ليجن. زي مين بقى؟ في مثال اللي هو اورام القولون، لان ادينوما اوف كولون، ادينو يعني غدد، يعني اللايننج ابيثيليوم بتاع القولون عنده قدره على الافراز، افراز ايه؟ افراز المخاط، تمام؟ واوما يعني ماس او سولينج، يعني ده البناين تيومر اللي طالع من اللايننج جلاند بتاعه القولون. الادينوما بتاعه القولون لقوا ان نسبه تحولها سرطانات عاليه يا جماعه. برضو لو واحد عنده ميتابليجيا، فاكرين الميتابليجيا اللي انتوا خدتوها في البيزك ميديكال ساينسز، واللي ما خدهاش عايزين هقولها له. الميتا يعني تحول، وبليجيا يعني نمو. يعني ساعات يا جماعه اما يكون الخلايا معرضه لفاكتور اريتيتنج ليها يضايقها فتره طويله، زي السجاير مثلا، السجاير فتره طويله اما تقعد تدخل على اللايننج ابيثيليوم بتاع البرونكاي بتاعت الشعب الهوائيه سنه في اتنين في ثلاثه، البرونكيال سيلز دي مش مستحملاها، علشان تتصرف هتعمل ايه؟ تسيب له المكان، تتحول لنوع، تمشي وتتحول لنوع تاني من السيلز اللي يقدر يستحمل هذه السجاير. دي كده اسمها ميتابليجيا، ترانسفورميشن اوف سيلز فروم وان تايب تو انذر تايب. ده ميتابليجيا في حد ذاتها تكيف. لكن الميتابليجيا ان انا حولت خلايا لنوع تاني في مكان مش بتاعها، دي يا جماعه predisposing للسرطان. بس السرطان بيحصل ازاي؟ ما بيحصلش مره واحده، يعني مش مره واحده الخلايا اللي هي ميتابلاستيك المتحوله دي هتروح عامله انفيجن اللي حواليها، لا، بتعدي بمرحله اسمها مرحله ان الخلايا تتحول شكلا لخلايا سرطانيه وبعدين تعمل انفيجن للتيشو، ساعتها تبقى سرطان. عشان كده في اول المحاضره قلت لكم ايه؟ عشان اقول سرطان لازم شكل الخلايا يبقى وحش وترتيبها وحش، وكمان مين المهم؟ تبقى عامله انفيجن. عشان لو هي بس شكلها وترتيبها وحش بس مش عامله انفيجن، ده الترم اللي بنقول عليه مين؟ ديسبلاجيا. ديس يعني ابنورمال، يعني وحش، يعني باد، وبلاجيا يعني نمو. ماشي يا جماعه؟ يا زي مثال مين؟ سكويمس ميتابليجيا اللي هي التحول الابيثيليوم بتاع البرونكاي بتاع الشعب الهوائيه في السموكرز من النوع الاصلي بتاعه لنوع اسمه ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم. ماشي يا جماعه؟ عشان كده دايما يقول لك السجائر تدمر الصحه وتسبب الوفاه. ليه؟ عشان القصه دي، علشان السجائر بتعمل ميتابليجيا، الميتابليجيا يتبعها ديسبليجيا، وديسبليجيا يتبعها انفيجن وتبقى كانسر. بنفس الفكره كان زمان ساعه الادابتيشن كانوا ساعات كذا الخلايا بتضطر انها تكتر في العدد علشان تعمل وظيفه زياده او علشان خاطر تحمي المكان من اريتيشن. دي اسمها ايه؟ زياده العدد. هايبر يعني زياده، بليجيا يعني نمو، هايبر بليجيا. زياده عدد الخلايا دي ممكن بعد شويه هي كمان الخلايا، لان هي المشكله ايه؟ ان الهايبر بليجيا حصلت بسبب مشكله في المكان، صح؟ فبالتالي وارد ان بعد فتره من الوقت وباستمرار هذه المشكله تبتدي الخلايا تتحول لخلايا شكلها شبيه بالسرطان قبل ما تعمل انفيجن. تعالوا نتفرج على الصوره دي. ادي خلايا طبيعيه. ده الستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم كمثال، ما تعرفوهوش، انا ما يهمنيش ان انتوا تعرفوا التايب، انا يهمني ان انتوا تشوفوا الخلايا دي، تمام؟ خلايا مترتبه وانويتها صغيره ومش غامقه قوي، ما فيش ميتوزس، صح؟ فده ممكن هنفترض ده نورمال، او ده هايبربليجيا خلايا عددها كبير، او ده ميتابليجيا في مكان ايا كان. انا عايزه افريكم ايه بقى؟ عايزه اوريكم تقارنوا لي هنا، شايفين الانويه حصل فيها ايه؟ بقت انكريز نيوكليير سايت، قارنوها بالصوره دي، يعني النواه الغامقه الزرقاء دي قارنوها بالنواه اللي هنا، انكريز نيوكليير سيتوبلازميك ريشيو، حجمها زاد، صح؟ وبقت اغمق، بقت هايبر كروماتيك، وما بقوش شبه بعض كلهم، يعني دول شايفين يعني مثلا دي مش شبه المطوله دي، دي مدوره ودي طويله، صح؟ ودي طويله بس دي مدوره، ودي غامقه، دي فيها ميتوزس اهو، شايفين؟ ده غالبا ده السن ري ميتوزس يا جماعه، تمام؟ فكده بقى عندي ايه؟ عندي بليومورفيزم، الانويه نيوكليير بليومورفيزم، الانويه مش شبه بعضها، وفي عندي كمان ميتوز.
ده اسمه ايه بقى؟ دي خلايا شكلها سرطاني صح؟ بس شايفين هنا في حاجه اسمها بيزمنت ميمبرين اهو. هذا البيزمنت ميمبرين الخلايا ما عدتوش، يعني هنا فاضي صح؟ هنا فاضي، التحت التيشو اللي تحت الابيثيليوم ده فاضي، يعني ما حصلش انفيجن، اذا ما اقولش ان ده سرطان، ما ينفعش اقول ان ده سرطان، امال بقول عليه ايه؟ ديسبليجيا يا جماعه، تمام؟ لكن ده بقى لو حصل سرطان، شايفين ايه اللي حصل؟ الخلايا راحت فين؟ دخلت على التيشو اللي تحت منها، ده انفيجن وده كده بقى مالجنانت تيومر. تمام؟ فالديسبليجيا بقى اللي احنا بنوصفها دي لو انتم ملاحظين دي في الابيثيليوم، عشان في حاجات بتحصل في الميزنكايمال تيشو بس هي ايه مش هناخدها دلوقتي، لكن خلينا في الابيثيليال ديسبليجيا. الابيثيليال ديسبليجيا دي اتيبيكال بروليفريشن اوف سيلز، السيلز فيها الكرايتيريا اوف مالجنسي لكن ويزاوت انفيجن زي ما قلنا، وبتحصل نتيجه ايه؟ كرونيك اريتيشن يا جماعه، مشكله مضايقه الخلايا طول الوقت. بس بقى في نقطه، هي ممكن تاخد درجه من ثلاثه، يا مايلد يعني شويه خلايا بس اللي شكلها وحش، او مودريت الخلايا اكتر شكلها وحش، او سيفير. تمام؟ المايلد ديسبليجيا ليه يهمنا ان احنا نقول مايلد ولا مودريت ولا سيفير؟ عشان المايلد ديسبليجيا دي ممكن لو شلت السبب مع الوقت تبقى ترجع للنورمال، ماشي؟ ريفرسبل. لكن السيفير ديسبليجيا ده خلاص ده داخل على مرحله السرطان. فالسيفير ديسبليجيا بيقولوا عليها اسم تاني السرطان اللي لسه ما انتشرش، لسه ما عملش انفيجن، فيقولوا كارسينوما. كارسينوما يعني سرطان ابيثيليوم صح؟ انسايتو، انسايتو يعني اتس ان اتس سايت، يعني ما عملش انفيجن. تعالوا شوفوا الصوره دي، ده نورمال سيلز لكن هنا في شويه سيلز وحشه اهي صح؟ دي ديسبلاستيك اهي، انكريز ذا نيوكلير سيتوبلازميك ريشيو هايبر كروماتيزم. تمام؟ دي ديسبلاستيك سيلز، بس هنا هل واخده كل الابيثيليوم ولا واخده حته التلت تقريبا؟ فيقولوا عليها مايلد ديسبليجيا. طب لو واخده كل الابيثيليوم دي اسمها سيفير ديسبليجيا او كارسينوما انسايتو. طب امال دي ايه؟ دي ديسبليجيا؟ لا بقى، لا انا جايبه لكم الصوره للمقارنه فقط. دي ده عمل مين؟ عمل انفيجن. شايفين البيزمنت ميمبرين فين؟ اخر مكان هنا، لكن ده اخترق البيزمنت ميمبرين اللي هنا وعمل انفيجن يا جماعه. تمام؟ فالابيثيليال ديسبليجيا بري كانسرس، يعني الخطوه الجايه بتاعتها هي هذا السرطان، سوري هي هذا السرطان. تعالوا دي نفس الفكره كده، ده النورمال، ادي النيوكلياي صغيره وشبه بعضها. طيب ايه اللي حصل هنا؟ النيوكلياي اللي في التلت اللي تحت مش في المعظم كبرت في الحجم، وايه ده؟ وهايبر كروماتيك وبليومورفيك، مش شبه بعض. هم اما نبص على كل الانويه اللي لونها ازرق غامق، تمام؟ واخده تقريبا كده التلت بتاع الابيثيليوم، فده مايل ديسبليجيا. لكن هنا قارنوا بمين؟ بنقارن بالنورمال. بنبص على النيوكلياي الزرقاء، بصوا ابتدت تدخل لغايه هنا كده صح، بقت واخده التلتين، بقى ده اسمه ايه؟ مودريت ديسبليجيا. لكن هنا بقى كل الانويه كبيره وغامقه وشكلها وحش صح، ده اسمه ايه؟ سيفير ديسبليجيا او كارسينوما انسايتو، وده بري كانسرس. تمام؟ فيبقى الكارسينوما انسايتو يا جماعه هي كانسر في المكان، يعني خلاص دي الخطوه اللي قبل الانفيجن على طول. ففي ناس يقولوا عليه انترا ايبيثيليال كارسينوما، يعني السرطان اللي لسه جوه الابيثيليوم ما عملش انفيجن دي، او بري انفيزيف كارسينوما، يعني السرطان اللي لسه ما عملش انفيجن. ماشي يا جماعه؟ فدي ايرلي مالجنانت تشينجز في السيلز، يعني السيلز لسه متلخبطه دلوقتي، وده بيفور انفيجن زي ما قلنا، وما حصلش البيزمنت ميمبرين انتكت. تمام؟ جروسلي هل ده سرطان؟ لا. هل بشوف ماس؟ لا. امال بشوف ايه؟ الحته اللي فيها المشكله بس بتسخن سنه، اسمها ثيكنينج او انديوريشن. طب تحت الميكروسكوب هلاقي نفس الفيتشرز بتاعت المالجنسي اللي انا شرحتها بس ويزاوت انفيجن. طب الفيت نهايه هذا الموضوع ايه؟ ان هي هتشينج تو كارسينوما وتعمل انفيجن للتيشو اللي تحتها. ماشي يا جماعه؟ يبقى احنا كده قلنا مين؟ واحنا بنتكلم في الايتيولوجي والباثوجينيسيس بتاعت الكانسرز، قلنا اول جزء اللي هو والبري ديسبوزنج فاكتورز، قلنا بري ديسبوزنج فاكتورز وشويه ايتيولوجي او اكسترنال او انفايرمنتال فاكتورز، وقلنا بري كانسرس ليجنز ممكن تبقى موجوده في الجسم، صح؟ تعالوا بقى نتكلم اكتر على الجينيتيك ابنورماليتيز اللي موجوده. والجينيتيك ابنورماليتيز اللي موجوده يا شباب هتبقى اكتر في الجينز المسؤوله عن البروليفريشن، بمعنى احنا عندنا في جسمنا اربع انواع من الجينات. جينات بتقول للخلايا القسمي، ودي اسمها بروتو اونكوجينز. تمام؟ بروتو اونكوجينز، جينات بتقول للخلايا القسمي. جروث بروموتنج يعني تقول جروث، يعني تسمح بالجروث. تمام؟ وعندنا جينات تقول للخلايا كفايه كده انقسام، انا خدت اللي انا عايزاه، مش عايزاكي تنقسمي اكتر. دي اسمها تيومر سبريشن جينز، ودي انهبيتوري للجراث صح؟ وعندي جينات مسؤوله انها تراجع على الخلايا اللي انقسمت دي،
تشوف الانقسام بتاعها صح ولا لا، اسمها دي ان اي ريبير جينز، تمام. وعندي جينات مسؤوله انها لو لقت الخلايا انقسمت انقسام وحش تخليها تديها امر انها تموت نفسها بحاجه اسمها الابوبتوزيس، اللي هو الخليه هي نفسها تقرر انها تنتحر. ده اسمه الجينز المسؤول عن الابوبتوزيس او بروجرام سيل ديث. بالمنطق لو البروتو اونكوجينز دي حصل فيها تحور ميوتيشن خلاها تعمل خلاها مور اكتيف، حصل لها ستيميوليشن، ساعتها الجروث هيبقى زياده قوي فيحصل لي اورام او سرطانات، يعني سواء حميده او خبيثه. ساعتها في الحاله دي بنسميها اونكوجينز. اونكو بالمناسبه يعني جاي من كلمه اونكولوجي يعني ورم، فاونكوجينز يعني ساعتها بقى هي بروتو اونكوجينز لو هي نورمال تعمل ستيميوليشن للبروليفريشن النورمال، لكن حصل لها ميوتيشن وتحولت لجينات بتشتغل زياده فتخلي خلايا تنقسم زياده دي اسمها اونكوجينز، تمام. خلي خلايا تنقسم اوتونوماس without ان انا without need او without requirement for normal growth، تمام كده. لكن الثانيه بقى اللي بعد ما الخلايا تنقسم للعدد اللي احنا محتاجينه تقول لا خلاص كفايه اسمها ايه tumor suppressor genes، طيب ودي growth inhibiting، ممكن يحصل mutations في هذه tumor suppressor genes فتفقد وظيفتها. زي مين اللي قلناه؟ الريتينوبلاستوما جين اللي كان بيعمل اوستيوساركوما اللي هي ايه المالينجنت تيومر بتاع البون، فاكرين؟ تمام. لو فقدوا في تيومر تاني جين تاني مهم جدا اسمه بي 53 بي 53 بي اختصار كلمه بروتين، ده حامل حمى في الجسم، ده اللي بيمنع اي خلايا فيها مشكله انها تنقسم. لكن لو حصل ميوتيشن في الجين ده والجين ده بطل يشتغل ساعتها التيومر سبريسور جينز دي مش هتشتغل، ساعتها الخلايا هتنقسم عمال على بطال زي ما هي عايزه ويحصل لي ورم او سرطان. الحاجه الثالثه لو حصل ميوتيشن في الجينز اللي مسؤوله عن دي ان اي ريبير اللي هي بتصلح الدي ان اي بتاع الخلايا اللي انقسمت، ساعتها مش هيحصل ريبير مش هتتصلح فالخلايا هتفضل بالمشكله مشاكل اللي فيها فساعتها هتكمل في الانقسامات وتعمل لي ورم او سرطان، صح. واخر حاجه لو حصل ميوتيشن في الجينز المسؤوله عن الابوبتوزيس، الابوبتوزيس اللي هو ان الخلايا تموت نفسها بنفسها، تمام، فساعتها الخلايا مش الخلايا اللي فيها مشكله مش هتموت نفسها وتكمل في الانقسام وتديني ورم، ماشي يا جماعه. فدي الجينيتك الالتريشنز اللي بروموت الجروث والسرفايفل ادفانتج، بتخلي الخلايا الوراميه تكمل في النمو ومحدش يوقفها، ماشي، لان العوامل المسؤوله عن التوقيف مش شغاله يا شباب، ماشي، اللي هم الاربع جينات دول، تمام. طب ايه اهميه ان انا اعرف الكلام ده؟ ان احنا بندور يا جماعه على ايه الجينات اللي حصل لها لخبطه في الاورام، ماشي، عشان نشخص الاورام وعشان ندور على علاج لهذه اللخبطه، ماشي، بحيث ان احنا نحقن حاجات معينه في الاورام فهي تخلي الجينات دي تشتغل فالورم يموت، ماشي يا جماعه. وده مجال ابحاث واسع جدا ان احنا نشخص، لان مش كل يعني مثلا فاكرين بقى ما قلت لكم ان مش كل السرطانات ديفرنشيتد، في حاجات انديفرنشيتد. طب الانديفرنشيتد هعرفها منين؟ احد الحاجات اللي بتخليني اشخصها ان انا ادور على تغيرات جينيه معينه خاصه بالسرطان ده بالذات، ماشي؟ ده احد الحاجات. وبرضو انا بدور على التغيرات الجينيه في السرطانات ليه؟ سواء سرطانات او حتى اورام حميده، عشان ادور ابحث اطلع علاج لهذه التغيرات الجينيه اللي موجوده، ماشي؟ بس هقول لك بقى بالنسبه للسرطان في حاجه مهمه، الكارسينوجينيسيس ده بدايته ان الخلايا الجينات ان في عندي فاكتور من بره الجسم او بري كانسرس ليجن من جوه الجسم، تمام، اثروا على الخلايا والخلايا واثروا على جينات الخلايا حصل لها ميوتيشن، سواء بقى زاد البروليفريشن ما بقاش في سبريشن للبروليفريشن او جينات الريبير باظت او جينات الابوبتوزيس باظت، تمام، او الراجل ده اصلا مولود بحاجه هيريديتري جين في مشكله، صح، فابتدت الخلايا تنقسم ومحدش عارف يوقفها. بس يا جماعة كل انقسام ورا انقسام ورا انقسام ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الخلايا بتتدهور، خصوصا الخلايا السرطانية مش الأورام الحميدة، بتتدهور. يعني ايه؟ يعني كل ما الانقسامات بتاعتها تزيد مع الوقت كل ما فرصة حدوث طفرات فيها أكتر، وهذه الطفرات بتخلي الورم مور اجريسيف، بمعنى ان هو بيبقى مور مالجنانت، ممكن يبقى اكتر undifferentiated، ممكن يحصل له progression وسبريد اكتر، تمام؟ ماشي؟ مع زياده حجم الورم، مع زياده عدد طبعا زياده حجم الورم بسبب زياده الانقسام.
تمام. فاذا الكارسينوجينيسيس يقولوا عليها ايه؟ مالتي ستيب بروسيس. يعني ايه مالتي ستيب؟ يعني التغيرات اللي حكيتها دي في الاول بتخلي خلايا تنقسم زياده، بس بعد شويه والخلايا بتنقسم لسه بيحصل مالتيبل اكيوميليشن اوف مالتيبل جينيتيك التريشن، يعني في جينات بتتغير اكتر واكتر واكتر، تخلي بقى السرطان يحصل فيه ايه؟ يكتسب الكرايتيريا الثانيه بتاعته اللي هي ايه؟ ان هو يعرف ينقسم لوحده في الكيرسور، وان هو لا يتاثر انسنسيتيفيتي، يعني لا يتاثر بالانتي جروس سيجنالز بالحاجات اللي بتقوله بطل نمو، وانه يهرب من الابوبتوزس، من يعني يهرب يحمي نفسه من الخلايا من الجسم يقول له اعدم نفسك، وان هو يصنع لنفسه فيسلز سستيند انجيوجينيسيس، يعني بيصنع لنفسه فيسلز، وانه يعمل انفيجن وميتاستاسيس، وانه يفضل ينقسم لا نهائيا. صفات دي صفات السرطان، صفات السرطان دي بيكتسبها مع الوقت، يعني مش لازم من الاول يكتسبها، ممكن يكتسب واحده او اتنين فيها بس، بس مع الوقت كل ما انقسامه يزيد ووقت وجوده في الجسم يزيد كل ما الصفات السرطانيه تكتر. عشان كده السرطان بنبقى عايزين نكتشفه بدري قبل ما يوصل للمرحله اللي بيعمل فيها سبريد، بيعمل فيها ميتاستاسيس. ليه؟ لانه ممكن يكون لسه ما اكتسبش هذه الصفه فيه، فعشان كده لسه ما عملش انتشار. يبقى يا جماعه كل ما الوقت يزيد بتاع الورم، كل ما التغيرات الجينيه في الخلايا المنقسمه الاجيال الجديده تزيد، كل ما الصفات السرطانيه تعلى، كل ما حجم الورم برضو بيعلى والصفات السرطانيه بتاعته تعلى، كل ما فرصه انه يعمل مضاعفات مميته او مضاعفات وحشه جدا تكتر. ماشي؟ دي اسمها ايه؟ دي اسمها ان الكانسر كارسينوجينز از مالتي ستيب بروسيس. طب بالنسبه بقى للاورام الحميده، نفس الفكره بس على صغير، على حميد. يعني ايه؟ يعني يا جماعه الاورام الحميده بيبقى فيها لخبطه في الجينات المسؤوله عن النمو، بس لخبطه بسيطه تخلي الورم الخلايا تنقسم بس ما تبقاش مؤذيه، فاهمين؟ ساعات في بعض الحاجات زي الهرمونات لخبطت، يعني في بعض الفاكتورز اللي ممكن تخلي الخلايا تنقسم زياده، صح؟ بس انقسام حميد، انقسام يحترم اللي حواليه، بيكبر في مكانه ما بيعملش انتشار، فاهمين؟ يعني اقصد الفكره الاساسيه موجوده، لكن التفاصيل الكتير اللي بتحصل في السرطان لا مش موجوده. الاوبجيكتيف الثالث يا جماعه اللي هو الروتس اوف سبريد اوف تيومر، تمام؟ واللي هو ازاي السرطانات بتنتشر. احنا قلنا ان السرطانات بتكبر بحاجه من اثنين، يا اما تعمل انفيجن للسراوندنج تيشو اللي هو اسمه دايركت سبريد، دايركت سبريد يعني بشيل اللي في وشي، او بتعمل ديستانس سبريد انها بتبعت خلايا سرطانيه في ايا كانت الطرق اللي احنا هنقولها دلوقتي تروح لاورجانز ثانيه تتزرع فيها. فاكرين الفيديو بتاع المره اللي فاتت؟ يا جماعه اللي عايز يبقى يرجع يشوفه تاني. تتزرع فيها وتكبر وتعمل لي سرطانات ثانيه، صح؟ يقولوا عليها ميتاستاسيز او يقولوا عليها سكندريز. سكندريز يعني ايه بقى؟ ثانويات. ثانويات يعني الورم الاصلي ده البرايمري، الثانويات اللي هي ايه؟ اللي هي الاورام السرطانيه اللي هي عياله، يعني عياله اللي بتحصل في الاورجنز الثانيه. وزي ما قلنا المره اللي فاتت ان السرطانات يا جماعه ممكن تنتشر عن طريق الليمف وتروح للليمف نوز، ده اللي اسمه الليمفاتيك سبريد، او تنتشر عن طريق الدم اللي هو البلاد سبريد. بس هزود لكم كام حاجه المره دي، بس مطلوب مننا بس نعرف هم ايه ونتفرج على صورهم، اللي هم ان هو يعدي ان السرطانات تنتشر عن طريق السيروس ساكس اللي هي الفلورا والبيريكارديوم والبيريتونيوم، ده يبقى اسمه ترانس سيلوميك سبريد او فيا سيروس ساكس، وانها تنتشر عن طريق الاعصاب ده اسمه بيري نيورال، بيري يعني حول ونيورال يعني اعصاب، او انها تنتشر جوه الابيثيليوم، يعني تمشي بالطول كده جوه الابيثيليوم تروح من مكان للتاني، ده اسمه انترا ابيثيليال، تتنطط كده جوه الابيثيليوم وتفرش فيه، تمام؟ او ان هي تقع من الاورجن اللي فيه سرطان على اورجن تاني تحته، ودي اسمها امبلانتيشن، تمام؟ زي سرطان الكليه مثلا، الكليه بعد كده الحالب بعد كده المثانه تحت الكليه، فممكن مثلا سرطان الكليه يروح نازل واقع على مين؟ على المثانه البوليه، ماشي؟ وممكن برضو ساعات يعني في سرطانات معينه اقول لك ايه، اوعى تدخل تاخد منه عينه، ده يتشال على طول. ليه؟ لان في سرطانات هي نفسها والواحد داخل ياخد منها عينه تروح هي جايه مزرعه مكان العينه، يعني انت لو داخل بالابره عشان تسحب شويه سيلز وطالع، مش كل الحاجات كده عشان ما حدش يخض، في حاجات معينه معروفه، تروح الخلايا مزرعه الكراكت بتاع الحقنه. دخلت مثلا وسرطان الكليه جيت تشيله وانت بتشيله، سرطان معين مش كل الانواع، وانت بتشيله قام حته منه اتفرفتت، تمام؟ اتقطعت، حتى لو شلتها لا اكيد في خلايا وقعت في المكان ده وزرعت،
دي كلمة induce أثناء السيرجيكال انترفنشن، يعني الجراح وهو بيشيل السرطان ده غلط، ويعني أو تسبب، مش غلط، تسبب بشكل ما إن الخلايا السرطانية تزرع مكان ما هو كان بيشتغل. تمام؟ أدي الدايركت سبريد قلناه المرة اللي فاتت، وهو إن الخلايا تنزل تعمل انفيجن للتيشو اللي في وشها على طول، صح؟ تكبر وتاكل التيشو اللي في وشها على طول. وده مثال اهو، خلينا نقوله، ادي المعده بتاعتي، المعده كان طالع فيها سرطان، الكرسر فين؟ ادي اهي، المعده كان طالع فيها سرطان، صح؟ ادي السرطان احنا كبرنا، المعده دي لايرز، طبقات. تعالوا نبص هنا، ادي اول سرطان اهو، كان واخد اللاير الاولانيه. اهو زاح اللي في وشه يا جماعه وخد اللاير الثانيه، ده اسمه ايه؟ دايركت سبريد، ده انفيجن. وبعدين راح واخد اللاير الثالثه، ده انفيجن. وبعدين خلص كل الاستومك، لقى الطحال السبلين في وشه، قام داخل عليه. ده اسمه ديستانت سبريد، ده اسمه ميتاستاسيس ولا دايركت انفيجن؟ اسمه انفيجن، لان انا زحت كل اللي في وشي لغايه ما وصلت لاخر حاجه، لغايه ما وصلت، يعني عمال اكل كل اللي في طريقي، ده اسمه دايركت سبريد. بعد كده ندخل على الميتاستاسيس. والميتاستاسيس يعني ديستانت سبريد، اللي بيحصل فيه سكندري امبلانس، ثانويات بتتزرع يا جماعه، تمام؟ وهذه الثانويات بعيده عن الاصل بتاعها، تمام كده؟ والميتاستاسيس ده تدل على ان ده مالجنانت تيومر. اللوكالي اجريسيف تيومرز داز نوت او دو نوت ميتاستاسايز، فيري فيري رير انها تعمل ميتاستاسيس، وساعتها بقول البيهيفير بتاعها بقى مالجنانت، تمام كده؟ ويهمني علشان انا في موديول اللوكوموتور ان انا اقول لك ان البون ساركوماز اللي هي اوستيوجينيك، يعني اللي اوستيو يعني عظم، اللي بتكون عظم، بتروح تعمل ميتاستاسيس لللانجز بالذات، ويبقى الولد عنده سرطان، الولد عنده سرطان مش واخدين بالهم منه، واول ما يطلع باعراض، يطلع باعراض رئه، تمام؟ يكون بيعمل تشيست اكس راي، بيعمل اشعه على صدره مثلا، او جاله التهاب على صدره، يعملوا الاشعه فيلاقوا ان في ورم في الرئه، وبعدين يدوروا في بقيه الجسم هل في اورام ثانيه ولا لا، يلاقوا ان في ورم في العظم. ماشي يا جماعه؟ طيب في العموم ان كل ما الورم كان انا بلاستيك، كل ما كان الصفات السرطانيه فيه اكتر، تمام؟ يعني او بمعنى اصح ما كانش ويل ديفرنشيتد، وكل ما كان حجمه اكبر، كل ما كان فرصه الميتاستاسيس بتاعته اكتر، ومع ذلك في اكسبشنز بتحصل. تعالوا نشوف، ادي السرطان الاصلي اهو، اما يبعت خلايا عن طريق الدم ده اسمه ميتاستاسيس، بلاد ميتاستاسيس، اما يبعت خلايا في الليمف وتروح لليمف نودز ده اسمه ليمفاتيك سبريد او ميتاستاسيس. والميتاستاسيس بقى تعالوا نشوف كده، ده الصوره انا عارفه ان الكلام اللي عليها مش واضح، انا يهمني تتفرج بس. شوف ادي خلايا اهي، شوف اللي حصل في الخليه دي، بطتت كده صح، شكلها اتغير وثابت مكانها وابتدت تمشي لقدام، شايفين؟ هتمشي عشان تدخل جوه الفيسل وول، تمام؟ ده سواء ده هذا المبدا في الانفيجن وفي الميتاستاسيس، ماشي؟ ده الليمفاتيك سبريد يا شباب، ادي الليمف نودز اللي في الجسم، كل الاورجنز اللي في الجسم بيحصل لها دريننج بليمف نودز، صح؟ بتودي الليمف بتاعها، احنا قلنا الاورجن داخل له شريان ارتري وطالع منه فين؟ وريد وليمفاتيك فيسل، وكل الليمفاتيك فيسلز بتاعت كل الاورجنز بتروح لعقد ليمفاويه، بتروح لمحطات بوليس اسمها ليمف نودز، مليانه ليمفوسايتس، صح كده؟ طيب تعالوا نشوف الست دي كان عندها كانسر بيست، تمام؟ والثدي بتاعها ده بيدرين فين في النورمال؟ للليمف نودز في الاكزيلا تحت الباط دي، اهي العقد الليمفاويه، شايفين الحبوب الصفراء الصغيره دي؟ ده النورمال. طب اما يحصل سرطان، اما يحصل سرطان هنا ويسبريد ليمفاتيك، يبقى الخلايا السرطانيه هتمشي في الليمف فيسلز وتروح للليمف نودز وتتزرع فيها، شايفين يا جماعه الصوره دي؟ ده كل النقط الزرقاء دي ليمفوسايتس، بس في هنا حاجه غريبه جوه الليمفوسايتس، يعني كان المفروض الليمفوسايتس تبقى واخده كل الصوره، لكن دول مين؟ خلايا كبيره انويتها كبيره، صح؟ وبعضها غامق، صح؟ ده مين؟ ده سرطان، ده ميتاستاسيس، ده ليمفاتيك سبريد، ده ليمفاتيك ميتاستاسيس جوه الليمف نود. طب بعيني المجرده، بدل ما الليمف نود كانت صغيره وكويسه، يعني مثلا 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 يعني زي دي مثلا هنفترض، لا بصوا جوه الليمف نود ايه ده؟ الكبير ده، ده ليمفاتيك سبريد من السرطان الاصلي، وانا لما اجي ابص عليه السرطان الاصلي هيبقى نفس منظر السبريد ده بالظبط، ملوش علاقه بالمكان اللي اتزرع فيه، ده ليه علاقه بالمكان الاصلي اللي طلع منه، تمام؟ ده الليمفاتيك سبريد. الليمفاتيك سبريد بيحصل اكتر في السرطانات اللي بتطلع من الابيثيليوم اللي هي اسمها كارسينوما مش ساركوما يا جماعه، تمام؟ وبيعمل ايه؟ انلارجمنت في الليمف نودز اللي هي دريننج التيومر ده، تمام كده؟ بس مش كل ليمف نود كبرت، تمام؟ يبقى معناها فيها ميتاستاسيس، ساعات بيبقى فيه انفلاميشن بس في الليمف نود كرياكشن للسرطان، فمين اللي هيقدر يحدد؟
الباثولوجي اما يشوفها تحت الميكروسكوب وجروسلي طبعا بعيني مجرد. تاني حاجه هيماتوجينس او بلاد سبريد، يعني خلايا سرطانيه ثابت مكانها الاصلي، شايفين انويتها كبيره وغامقه، ده سرطان اهو، ودخلت اتزرعت جوه الفيسل وول، شايفين دخلت واتزرعت جوه الفيسل وول ومشيت فيه وراحت لمكان تاني عملت لي سرطان تاني ميتاستاسيس او سكندريز يقولوا عليها كده، ماشي، ده اسمه بلاد سبريد. وبالمنطق كده هي مين الوريد جداره اضعف من الشريان، من الارتري، فين اضعف من الارتري، فبالتالي الخلايا السرطانيه لما تعمل بلاد سبريد تدخل عن طريق الاورده مش عن طريق الشرايين، وبعدين تروح تلف في الاورده، تروح للقلب، من القلب تروح للرئه، تمام، ممكن تتزرع في الرئه. عشان كده اللونج بترتيب الاناتومي بتاعك السيركوليشن العاديه، لو انت عارف كل الفينز بتروح من القلب للدم، دم للقلب سوري، ومن القلب للرئه، يبقى وارد ان الخلايا السرطانيه تتزرع في الرئه، فبالتالي اللونج ميتاستاسيس، اللونج ذا سايت اوف ميتاستاسيس، تمام، مشهور جدا. تمام، برضو يا جماعه من نفس السايتس المشهوره الليفر، الكبد. ليه؟ لان بنفس الطريقه ان معظم الاورام الجهاز الهضمي، معظم اورام الجهاز الهضمي بتروح تنتشر على الكبد. ليه؟ عشان الجهاز الهضمي الدم بتاعه بيروح في حاجه اسمها بورتال سيركوليشن، الدوره البابيه للكبد، كل الاكل بتاع الجسم اللي داخل الجسم بيروح يعدي على الكبد الاول، فلو طلع سرطان في الجهاز الهضمي هيروح بالخلايا السرطانيه تفصل وتدخل في الاورده وتروح لمين؟ للكبد. يبقى اللانج، انا كاتبه للانج والليفر يا جماعه، حتى يقولوا عليها ايه، يحاولوا يحفظوها، يقولوا ال لانج وليفر، دي موست كومن سايتس للباد ميتاستاسيس. تمام، بعد كده في سايتس ثانيه كومن يقولوا عليها بقى بيبي، البرين، المخ، البرين والبون والعظم. وبعد كده في اثنين سايتس يقولوا عليهم ار، الكيدني او اسمها اللاتيني رينال ار، والغده اللي فوقيها اللي هي الغده الكظريه اللي فوق الكليه اسمها سوبرا رينال، او يقولوا عليها ادرينال جلان. ماشي، يبقى السايتس بتاعت البلاد سبريد ال ال لانج ليفر، بي بي برين بون، ار ار رينال، وسوبرا رينال. تمام يا جماعه، البلاد سبريد بيحصل اكتر في الساركومز عن الكارسينوما، يعني في التيومرز اللي بتطلع من الميزنكايمال تيشو عن الابيثيليوم، اما التيومرز المالينجنت تيومرز بتطلع من الابيثيليوم. ليه؟ عشان الساركوما بتطلع من الميزنكايمال تيشو، والميزنكايمال تيشو طبيعي، كونكتيف تيشو طبيعي جواه كابيلاريز، لكن الابيثيليوم ما فيهوش كابيلاريز، الابيثيليوم بياخد التغذيه بتاعته من الكابيلاريز اللي تحته، فبالتالي لو سرطان طالع من المكان اللي فيه كابيلاريز هيدخل خلايا سرطانيه جوه الكابيلاريز على طول، صح؟ يبقى الساركوما تعمل بلاد سبريد الاول، لكن الكارسينوما ده في الابيثيليوم فوق، الابيثيليوم فيه لمف ما فيهوش كابيلاريز، فيحصل له الليمفاتيك سبريد اسرع. تمام، تعالوا نشوف الميتاستاسيس هنا بلاد سبريد، ده سرطان كان في مكان ما وراح انتشر للرئه، عمل المنظر ده، ايه ده بقى؟ مالتيبل نوديولز كتيره، ده سرطانات كتيره. ليه؟ لان الدم اللي رايح للرئه دخلها من كذا شريان، صح؟ فراحت زرعت الخلايا السرطانيه متفرقه في الاماكن، ده لانج ميتاستاسيس. طب ده كبد اهو، امال ايه دول؟ كبد كان المفروض كله يبقى لونه بني زي بعضه، امال ايه دول؟ دول ايه كلهم؟ دول ميتاستاسيس، ميتاستاسيس في الليفر. لو انا خدت عينه من ده او من ده وشفته تحت الميكروسكوب هلاقيه شبه الرئه والكبد ولا شبه المكان اللي طالع منه؟ شبه السرطان اللي طالع منه يا شباب. تمام؟ طيب مين ده بقى؟ ده السايت الثالث، ده الفيرتبرال كولوم، ده الفقرات اهي. طب شايفين الحاجات البيضاء اللي هنا دي؟ مالتيبل نوديولز، مالتيبل ليه؟ عشان الخلايا السرطانيه جايه متوزعه في الدم، فاتزرعت اي حاجه في اي حته. تمام؟ اهي كل الابيض ده في كتير جدا، انا مش هشاور عليهم كلهم بس عشان الوقت، لكن اهو شايفين كل دي ايه؟ ده بون ميتاستاسيس، مش احنا قلنا ال ال بي بي، يبقى التيومر بيبقى الميتاستاسيس بيبقى مالتيبل وبيبقوا فاريبل ان سايز ولونهم شبه الاصل اللي طالع منه، يعني ورم طالع من ميتاستاسيس جاي من ورم لونه اصفر هيبقى اصفر، ميتاستاسيس جاي من ورم لونه بني هيبقى بني، وهكذا. تمام؟ وبيقولوا عليها بقى ان هي مكانها بيبقى حوالين الفيسلز. تمام؟ لو مقدر ليك انك تشوف الفيسلز يعني تبقى بارافاسكولر. ليه؟ لان بالمنطق الخلايا السرطانيه طالعه من الفيسلز اللي مغذيه في المكان، تطلع وتترمي على الشواطئ بقى اللي حوالين الفيسل اللي هو التيشو اللي حواليه، فهي دايما بتتجمع حوالين الفيسلز لانها جايه منها. تمام؟ ولقوا فيها علامه مميزه، يمكن بصراحه مش باينه احسن حاجه في الصور، بس كل ما السايز بتاع الميتاستاسيس زاد كل ما اتشافت، اسمها سنترال امبلايكيشن، امبلايكس يعني سره، فسنترال امبلايكيشن يعني انت وبصيت على هذه الميتاستاسيس وجيت بصيت هنا في النص دي هتلاقي السنتر ده شبه عارفين البرتقال بسره في حته ديبريسد،
في حته في النص بتاعها اهي، عامل لكم عليها اكس اهي، شايفينها؟ حته داخله لجوه سنه، كانك دوست بصبعك عملت لها سره، فكل حته، فدي هنا برضو في واحده اهي، في حته ديبريست، انا كده بوظتها خلاص، تمام؟ في واحده هنا اهو، انا احاول اشاور على اللي حواليها اهو، دي كلمه امبلايكيشن، تمام؟ هي في الصوره دي باينه احسن من هنا، فدي كلمه امبلايكيشن يا شباب، ماشي؟ طب اشمعنى دلوقتي يعني سرطان يروح لاورجن؟ اشمعنى يعني هل السرطان لما بيجي ويعمل سبريد بيروح لكل الاورجنز يعمل فيها سبريد في نفس الوقت؟ لا، او زي بعض؟ لا، بس كل سرطان بيحب اورجن بالذات، دي حاجه غريبه، زي ما احنا قلنا ان سرطان العظم من شويه بتروح للرئه بالذات، صح؟ طب ايه اللي يحكم حاجه زي كده؟ في حاجات جينيتك يا جماعه، موليكولار بيزس، مش هندخل في تفاصيلها، انا عايزاكم بس ايه عشان ما تسالوا نفسكم، عشان بعد يعني المناقشه الجامده جدا اللي بصراحه بشجعها، اللي انا شايفاها في الوقت اللي بين المحاضرات ده، ما تسالوا نفسكم، اقول لكم ان في حاجات موليكولار ليها دعوه بطبيعه الاورجن وطبيعه الخلايا السرطانيه، وفي ريسبتورز على الخلايا السرطانيه على الاورجن والعكس، صحيح؟ تمام كده؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه بالاناتومي، مش انا قلت لكم ان مثلا حاجه الليفر، حاجه الجي اي تي بيحصل لها سبريد في الليفر منطقيه، عشان كل دم الجي اي تي بيروح للليفر، وبنفس الطريقه حاجه بقيه الجسم بتروح لللنج، ليه؟ علشان الاناتومي عمل كده، تمام؟ لقوا بقى ان من ده ليه الاورجن، ليه سرطانات بالذات بتروح لاورجنز معينه عن غيرها؟ من الامثله البروستاتيك كارسينوما، سرطان البروستاتا بيعمل هيماتوجينس سبريد للعظم، وانا يهمني الموضوع ده ليه؟ عشان انا في موديول اللوكوموتور، وما اجي اقول لك ان سرطان، لان واحد جايب وجع في ظهره وعملوا له اشعه على ظهره لقوا مالتيبل ماسز في الفقرات، وطبعا مالتيبل ماسز يبقى انا احد الديفرنشال دايجنوز، احد تفكيرتي هي السرطان، واقعد وده كان راجل مش ست، وهقعد افكر يا ترى مين اللي ممكن يعمل كده، لازم اشوف البروستيت، تمام؟ من ضمن الحاجات اللي اكشف عليها، خلاص كده؟ طيب السكيليتال ماسلز، مع ان هي مليانه دم، الا ان هي رير ان يحصل فيها ميتاستاسز يا جماعه، عشان هي بتتحرك والسيركوليشن فيها على طول ماشيه، عشان احنا بنتحرك، فده احد الاسباب يعني، فما بيتزرعش فيها خلايا سرطانيه، كل ما تيجي تتزرع تطير، ده من احد الاسباب يعني، تمام؟ فده بس عشان تبقوا فاهمين الهيماتوجين سبريد. يهمني في الميتاستاسيز البون، علشان احنا في مجهول اللوكوموتور، وممكن حد يبريزنت ببون ميتاستاسيز، فالبون ميتاستاسيز يا جماعه بيجي احصل باكتر في الاماكن اللي فيها ريد بون مارو، زي الفقرات اللي هي الحاجات الفلات بونز، والريبس ضلوع السترنم عظمه القص، وفي الاندز اوف لونج بونز، تمام؟ ادي اهو شايفين، ادي ده سرطان ثدي، ده بريست كانسر، ده كيدني، ده رينال كانسر، وده لانج كانسر، كل واحد فيهم لوحده طبعا، دي امثله امراح في الفينز، وراح وصل لغايه الفقرات وطلع عمل فيها ميتاستاسيس اهو، تمام؟ بعدين بقى دلوقتي السرطان اللي دخل ده، معظم السرطانات اللي دخلت بتاكل العظم، يعني اوستيوليتك، تمام؟ ليتك يعني لايسز يعني تحلل، واوستيو يعني عظم، بتعمل ديستراكشن للبون. لكن في بعض السرطانات مش كده، واشهرهم سرطان البروستيت، ده بيطلع انزيم يخلي ان البون يترص بزياده، اسمها اوستيوبلاستيك. كلمه اوستيوبلاست انتوا خدتوها، خليه اللي بتبني العظم، او اوستيوسكليروتيك، سكليروتيك يعني تصلب، يعني بقى ناشف. ليه؟ عشان هي بتطلع انزيم اسمه فوسفاتيز يرسب مينرالز على البون. تعالوا اوريكم الصوره دي، ادي فقرات اهي، تمام؟ شايفين بقى جوه الفقرات في حتت اسود سودا غامق، كل ما انا تمشيت ناحيه الاسود كل ما كان ده في معادن اقل، يعني متاكل بقى شبه الهواء، تمام؟ فكل ده بقى ايه؟ ميتاستاسيس اهو في الفيرتبري، مالتيبل نوديولز فاريبل ان سايز، صح؟ بس الميتاستاسيس ده اوستيوليتيك هنا ولا اوستيو بلاستيك او اوستيو سكليروتيك الاسم الثاني بتاعها؟ دي سودا، ده العظم منحول، اوستيوليتيك، صح؟ دي اوستيوليتيك. لكن هنا تعالوا نشوف الفقرات دي فيها ترسيب زياده من العظم، هو ده حاجه كويسه؟ لا طبعا، ولا مش حاجه كويسه، ده بيخلي العظمه ناشفه جدا لدرجه انها تتكسر، وبيضغط على الاعصاب وبيعمل بين، تمام؟ فده اسمه ايه بس؟ اسمه اوستيوبلاستيك او اوستيوسكليروتيك، ده بيحصل فين؟ في معظم حالات يعني في اكتر حاجه في مين؟ في البروستاتيك ميتاستاتيك بروستاتيك كارسينوم. طيب ادي نفس الصوره اهي،
بس هقول لكم ان بسبب حكايه الميتاستاسيس ده بقى، اما واحد دكتور يكتشف ان واحد عنده سرطان بيعمل ايه؟ بيعمل له اشعه مقطعيه على صدره عشان يشوف فيه لانج ميتاستاسيس ولا لا، وبيعمل له سونار على البطن والحوض عشان يشوف فيه ليفر ميتاستاسيس ولا لا، او اي ميتاستاسيس في اي مكان تاني، وفي الكيدني في السوبرا رينال صح، وبيعمل له حاجه اسمها بون سكان مسح ذري علشان خاطر الخلايا السرطانيه دي خلايا اكتف اكتر من الطبيعي. فبالتالي يا جماعه بتاخد جلوكوز اكتر من الطبيعي، عارفين الجلوكوز اللي انتوا بتاخدوا جلوكوز ميتابوليزم بتاعه في البايوكيمستري، كل ما الخلايا بقت نشيطه اكتر كل ما هتستهلك جلوكوز اكتر، هتستهلك جلوكوز كمصدر الطاقه. فبالتالي بيعملوا سكان كده بيدوا فيه جلوكوز مشع، فالخلايا اللي شغاله اكتر بتروح تاخد هذا جلوكوز المشع بنسبه اكتر، وبعدين يصوروا الماده المشعه فيشوفوا بقى لو في ميتاستاسيس او في سرطانات، هيشوف الحاجات دي كانها بتنور. يعني شايفين كل الحاجات المنوره جامد دي، دي احتمال كبير تكون ميتاستاسيس. هي دي تدل على ان دي ميتاستاسيس، تدل على ان دي اكتف سيلز، تمام، الميتابوليزم بتاعها عالي. بس لو عندي سرطان انا بحطها في سياق الحاله فبقول ان ده ميتاستاسيس يا جماعه، غير ده خالص. فانا دلوقتي اما بيجي لي واحد عنده سرطان بروح ادور على ميتاستاسيس في بقيه جسمه، ودينا عرفنا ازاي، تمام. بعد كده من الانواع حاجه اسمها ترانسيلوميك، اللي هو عن طريق السيرا ساكس سبريت، تمام، زي مثلا هذا المثال اللي هو الاستومك في بيريتونيوم هنا، تمام، ماشي ماشي ماشي، وبعدين في اوفري. السرطان بتاع المعده الخلايا بتاعته تمشي تمشي فعلا، يعني تمشي تقعد تمشي كده في وسط البيريتونيوم لغايه ما تتزرع على الاوفري، ده اسمه ترانس سيلوميك سبريد، تمام. زي مين؟ ادي سرطان القولون اهو، وراح رايح للليفر، مشي عن طريق البيريتونيوم بقى بمشتقاته اللي انا مش عايزه ادخل فيها زي الاومنتم ده، ماشي، لو خدتوه في الاناتومي، لو ما خدتوهوش ايا كان اعتبر ان البريتونيوم الخلايا مشيت عن طريقه ووصلت لاورجان تاني، دي كلمه ترانسيوم. في بيري نيورال، بيري يعني حول، ونيورال يعني نيرفز، يعني حوالين النيرفز، تمام. ادي نيرف طبيعي اهو، ادي الخلايا السرطانيه بتروح يا جماعه تدخل تمشي في الغشاء حوالين النيرف، تمام، شايفين ادي السرطان اهو، وبعدين الخلايا السرطانيه اهي مشيت، شايفينها اهي جوه النيرف اهي، شايفين يا جماعه ادي السرطان اهو، ده سرطان البروستاتا اللي بيروح للعظم، ده بيحب النيرفز برضه. وبعدين شايفين الاسهم اللي لونها برتقاني، مشي مع الاعصاب مع الاعصاب مع الاعصاب اهو، راح مشي معاها لغايه هنا، ومشي معاها لغايه هنا صح، وراح راح سباينال كورد تقريبا اهو صح، ومشي تاني مع الاعصاب عشان يروح حته تانيه، دي كلمه بيرينيورال. تحت الميكروسكوب انا بس عايزاكم تفهموا ده شكل العصب تحت الميكروسكوب، ده العصب اللي بالطول اللي عباره عن خلايا عصبيه اللي هي الاكزونز، اللي هي خلايا عصبيه بال، ده اسمه ايه؟ الاكزون يعني المحاور بتاعتها اللي بيمشي فيها الاشارات العصبيه، تمام؟ ده العصب. ايه بقى اللي حواليه دول؟ يا جماعه ايه اللي حواليه لازقين فيه دول؟ بيري يعني حواليه، بيري خلايا يا جماعه انويتها كبيره، وفيزيكولر اهي، فيزيكولر اهي، بصوا على النواه، النواه فين؟ اهي النواه اهي يا جماعه، انا ماشي عليها بالكرسول، فيها نقطه زرقاء اهي، ده ميتوزس يا جماعه، ده ميتوزس، ده سن ري ابييرنس، دي خلايا اهي، دي النيوكليوس بتاعتي اهي، والنقطه اهي اللي هي النيوكليولس اهي. فهنا حوالين النيرف دي كل الخلايا الكبيره دي، دي مين؟ اهي فيزيكولار اهي، دي فيزيكولار، كذا نوايا هم جنب بعض، دي خلايا سرطانيه ماشيه لازقه في النيرف عشان تروح لحته تانيه. لو احنا يا جماعه قطعنا كات سيكشن كده، تمام، عشان نتفرج هنشوف دايره، فالنيرف فين؟ اهو اللي كان ماشي بالطول اهو. طب امال مين اللي حوالين الانويه بتاعتهم كبار وغامقين كده ولونهم غامق قوي وحشين؟ ده الكانسر سيلز اهي، ده اسمه ايه بقى؟ بيرينيورال سبريد. لو احنا بركزنا هنلاقي كانسر سيلز في المكان نفسه اهم، الانويه بتاعتهم كبيره وغامقه، تمام، وقامت شويه منهم راحوا لزقوا في النيرف زي الحته دي، لزقوا في النيرف وهيمشوا معاه بقى عشان ينتشروا لحته ثانيه، ده اسمه بيرينيورال انفيجن، تمام. يبقى انا كده خلصت لكم الجزء الاولاني من المحاضره الثانيه، ان شاء الله الجزء الثاني هيبقى انتر اكتف يوم السبت، انا ما حبيتش اعمله النهارده عشان انتوا كان عندكم بي بي ال، والبي بي ال اونلاين فما يبقاش عندكم حاجات كتير اونلاين في نفس اليوم، بس ان شاء الله هبعت لكم اللينك ونكمل على صفات المالجنت تيومرز، تمام. في قاعده بس احب اقولها لكم ردا على اسئله كتير انتوا بتسالوها، انا شايفاها ان احنا بنديكم القواعد الاساسيه اللي بتمشي على حاجات كتير، لكن في اكسبشنز لكل القواعد، وطول ما انت بتمشي في المنهج هتلاقي الاكسبشنز وتقعد تضرب كف على كف وتقول ايه اللي احنا فيه ده، تمام. في اكسبشنز لكل القواعد يا جماعه، ماشي. طيب بارت 2 يوم السبت ان شاء الله الساعه 7 مساء، وهبعت لكم اللينك. ما تنسوش الاساينمنت يا شباب، الديو ديت بتاعه 8 ابريل 11:30 بالليل ان شاء الله،
ثانك يو، يا رب تكونوا فهمتوا. هي محاضرة قصيرة عشان بقيتها هتعملوه بنفسكم إن شاء الله.